والحقيقة هذا رسالة أوصلها لساسة العراق ولقيادين العراق ولقيادين المقاومة وكل الخيرين بالعراق. أقول ما نلاحظها الآن في جنوب لبنان والفلسطينيين من قتل ودمار واستهداف للمدنيين الآمنين والبنى التحتية، المشروع سيصل إلى العراق وعلى الحكومة العراقية أن تنتبه، لأنها تعي تماما أن هذا المشروع سيصل العراق وسيكون هنالك سيناريو ومسلسل للقيادات العراقية. لذلك أقول على العراقيون حفاظا على حياة العراقيون، حفاظا على حياة السياسيون، حفاظا على حياة القادة اللي موجودين، الآن يجب أن نشرع بشراء منظومة للدفاع الجوي تؤمن، لأن الآن السلاح اللي قاتل بالكيان الصهيوني فقط الجو، بالأرض مكشوف ما يستطيع من مجابهة المقاومة. العراقيين استشعروا بهذا الخطر، والدليل اليوم تصريح السيد رئيس الوزراء، يعني قال لم يكن بالمسلم قرار الحرب والسلم تقرره الدولة، وأي أحد يخرج عن هذا الأمر راح نواجهه احنا بيش يواجهه بالطابوق.